الطويله، وفي شعور ثاني اللي هو ما بقدر اوصف لكم اياه، تشلح الكعب العالي بعد وقت طويل. يا الله بتعرفوا بتحسوا الجاذبية من كعب الاجرين عم يطلع. عندك اصابه شعور فظيع. بس بتعرف مشيت الكعب بحسها مشيت طائر الفلامينجو يعني طاووس. طاووس مشيت ملكه جد. لا تحكي عن اجباري للازياء ليكو. لا عشان هيك بيطلعوا عرضات الازياء اليوم. عشان هيك عرضات الازياء يعني بيطلعوا بيعرضوا الفساتين والاشياء هي والملابس جاذبة للأنظار. من قاعدة المشي على الساحة كمان ساحة العرض لها يعني معايير معينة. طبعاً. ولكن عنا بس يعني تكمل على قصة الكعب العالي. بتشوف مودلز بيطلعوا لابسين كعب عالي وفي بتلاقي مش لابسين كعب عالي حسب الأزياء اللي هي عم تلبسها. صحيح. يعني مثلاً عباية هلا بما إنه رمضان جاي وبتكون عبايات وهالقصص كلها. ما بتخيل موديل طالع عم تعمل عرض لعبايات من دون ما تكون لابسه كعب. صح صح. بتزيد هلا مثلا اللي بيطلع على السوق على الجامعه ما بتلبس كعب على العبايه، بس لو بدلت اللي الشوز اللي لابسته بالكعب بيعطيها رونق كثير حلو. او مثلا القفطان المغربي مع الكعب بيطلع تحفه بجنن. هو اصلا القفطان المغربي فيه تفاصيل كثير حلوه، الازياء المغربي بشكل عام ذاته جميل تفاصيل حلوه. امين المراني اهلا وسهلا. اهلا بي. شرفنا ونورتنا. اهلا وسهلا. تفضل. شكرا. تفضل. شكرا. اهلا وسهلا. طبعا شرفت ونورت دوله الامارات اولا. شرف لنا. الله يخليك. واماره الفجيره طبعا انت في زياره خاصه ونعرف انه طبعا عندك عرض للازياء اللي صممتها في دبي. اول شيء نورت وشرفت. صباح الخير يا وطن. شرف لنا. الله يخليك. بالبدايه نتكلم عن المعرض اللي راح تشارك فيه. هو المعرض تجمع عدد من المصممين، احسن المصممين ديال القفطان، ومعنا مصممين حتى من الدوله الشقيقه من الجزائر، وغادي نكونوا في دبي اللي لاول مره غادي يكون الفاشن شو بهذا يعني كبير، وفي حضور كبير ديال مصممين الازياء. غادي يكون اكزيبيشن في نفس اليوم، وغادي يكون عرض الازياء نهار الجمعه 26 ابريل ان شاء الله. طيب بما انه هلا صار في على كل الملابس، كل دوله صارت تحاول تعمل تصاميم جديده للملابس، تحاول تدخل لمسه معاصره، هل المعرض رح يحمل قفطان مغربي معاصر ولا القفطان المغربي اللي تعودنا نشوفه من زمان، مثلا القفطان المغربي التقليدي؟ هو هذه يعني بعد سنوات يعني القفطان المغربي تبدل ولا مودرن، ولكن كما تتعرفوا الموضه تتبدل، ودابا عاود كاين يعني القفطان ديال زمان ولا عاوتاني يرجع، وهما هذا هو يعني الحاجه المهمه في المصممين، يعني كل واحد تيجيب ستايل ديالو وتيجيب الافكار ديالو الالوان ديالو واللمسه الخاصه ديالو، وان شاء الله غادي يكون كوكتيل يعني كبير، يعني غيكونوا يعني اشكال كثيره وانواع كثيره ديال القفطان ان شاء الله. انا عندي سؤال بس يعني ما حدا يضحك عليه. ما عم تفهم الكلام؟ شو يعني قفطان؟ شو القفطان؟ قفطان شو بيفرق عن العبايه؟ المغربي اللي فيه حزام على الخصر. هذا اللي طالع على الشاشه ايهاب. بتفرق عن العبايه او هو اوكي. هذا هو اللي طالع. على فكره القفطان من اروع واجمل وارقى التصاميم، يعني في تطريز بجنن. القفطان اليوم يعني ولات تخدم ماشي غير من طرف المصممين المغاربه، ولكن من طرف يعني اكبر دور الازياء في العالم، يعني حتى جون بول غوتي خدموا، يعني ديور تاو خدموا حتى لي بابوش ديال المغرب، يعني كثير اللي وحتى الديزاين المغربي يعني ولا يخدموه كاع الاشهر المصممين العالميين. طيب احنا لاحظنا كمان انه القفطان اجتاح الاسواق العالميه، خلينا نكون صريحين انه الاسواق العالميه سواء عربيه اوروبيه يعني صار في له اليوم في الخليج. اليوم بالخليج طبعا. نتمنى لكم التوفيق يعني بعرض يوم الجمعه، واكيد راح نكون موجودين ان شاء الله انا وايهو ونوار ودعاء وكلنا راح نحضر. نورونا ان شاء الله. الله يخليك. ولكن خلينا نتكلم عن
كيف الترويج على 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 اوروبا. أيوة. كيف فات على كيف العالم. كيف حملوا المصممين المغاربه هذا التراث من 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 القدم الى الحداثه والتطور؟ كيف يعني انتم كمصممين الدور اللي لعبتوه في ترويجكم للقفطان المغربي؟ هو الصراحه ما كانتش حاجه يعني سهله. نعم. يعني هو صعيب باش غادي تنظم يعني عرض كبير في مدينه كبيره بحال باريس، يعني بالنسبه اللي تكلمت عليه على اوروبا. يعني والحمد لله يعني تقوا فينا الديزاينر المغاربه وحتى هما عجبتهم الفكره يعني هذه السنين، واستطعنا اننا نديروا اكبر عرض ديال القفطان يعني برا المغرب في اوروبا وفي مدينه الموضه اللي هي باريس. واليوم يعني الفكره اللي جات هو اننا شفنا انه الخليج حتى هو يعني مهم بالنسبه للمغاربه وبالنسبه للقفطان بالنسبه حتى الجزائريين، يعني هو نعم. ماركت كبير بالنسبه لنا، ولقينا بانه احسن ما كاين هو الامارات باش يكون حتى هو واحد يعني واحد مدينه الموضه بالنسبه للقفطان بالنسبه للخليج. وحنا اليوم عاوتاني حتى بالنسبه لدبي بغينا انه تكون يعني واحد المناسبه سنويه بحال اللي درنا في باريس، اللي تكون تتعاود كل عام واللي تسناوها الناس وحتى الديزاينر اللي يعرضوا فيهم اخر التشكيلات ديالهم في دبي ان شاء الله. شفت هلا بالفيديو، سوري، شفت بالفيديو هلا في تطريز عاملين القفطان المغربي كله تيتصاوب بالتطريز باليد، يعني كاين الخدمه ديال المعلم، يعني كاين انواع كثيره التطريز، كاين الراندا، كاين بالمعلم، كاين الرباطي، كاين الفاسي، كاين يعني هناك حسب المنطقه على حسب المناطق في المغرب يختلف من منطقه لمنطقه، يختلف من منطقه لمنطقه. هو الديزاين تقريبا يعني ما تختلف، يعني فاش نشوفوه تنعرفوه قفطان ولكن تختلف. واللي هو جميل انه حتى الديزاينر يعني تمكنوا انهم يتماشوا مع الكاستمرز بحال ديال الامارات، حيت الاماراتيين عاوتاني يعني خاص عندهم واحد الذوق عاوتاني سبيسيال، ويعني وقدروا انهم يوفروا لهم هذاك الذوق ديالهم مع القفطان. صار خليجي مغربي يكون الستايل، صح؟ كاين خليجي مغربي وكاين عاود مغربي اللي تيتماشى مع الذوق الخليجي. طيب شو الاقمشه اللي عاده تستخدم بالقفطان؟ القفطان ديما تيكونوا فيه يعني اقمشه راقيه بحال البروكار، حرير، دي تول بايتي، دي تول برودي، دي فيل دو سوا، يعني احسن الاقمشه. عملي يعني عاده انا شفت انه القفطان بيكون كله تطريز، ماشي ثقيل، بتحس انه بس خارج مثلا سهرات او خارج عرض. في انواع من القفطان تكون عمليه تقدر مثلا الصبيه تلبسها بحياتها اليوميه او في حال راحت شغل سوق. كاين هو القفطان اللي تيكون ثقيل، هو الاكثر ديال القفطان ديال العروس. نعم. يعني تيكون سبيسيال، تيكون ثقيل حيت العروسه خاصها تبان في العرس ديالها. وفعلا كاينين قفاطين، اسمح لي، اللي تيكونوا خفافين اللي تتقدر السيده تلبسهم يعني في اليامات كلها ديالها. يعني تيكونوا خفاف، كاين ودابا كاين حتى دي كافطون اللي تيكونوا قصارين. نعم. اللي تتلبسوا مع الجينز، تلبسوا يعني اللي تقدر تخرج بهم، وكاين دي كاب حتى هما تيقدروا يتلبسوا يعني كل نهار. والقفطان دابا كما تعرفوا تيتلبس بزاف في رمضان. نعم. ورمضان يعني بالمناسبات وكاين يعني السيده تتكون يعني تستضيف عندها في بيتها ضيوف، دونك تتبغي شي حاجه اللي تكون يعني سهله باش تحرك بها وتستقبل الناس، يعني كاين كل شيء الحمد لله. أمين صراحة يعني خلينا نكون صريحين شوية على مر الضيوف اللي يجونا في صباح الخير يا وطن، أنت يعني الوحيد المغربي اللي هدرت بالمغربية وتنفهمك، ويعني بنفهم عليك ما شاء الله ولغتك سهلة يعني ما شاء الله عليك. خلينا نتكلم أكثر عن مشاركاتكم أنتم كمصممين مغاربة داخل المملكة المغربية، كيف أجواء المصممين، كيف معارضكم، كيف الحراك، حراك الأزياء هذا اللي احنا بنلاحظه في الآونة الأخيرة للقفطان المغربي؟ هو القفطان المغربي يعني كانت لي واحد الصحة كبيرة في السنين الأخيرة في المغرب. نعم. وكما تتعرفوا يعني حتى الديزاينر يعني كثروا. صح. كثر يعني ولاو يعني ديزاينر صغار اللي بداو حتى هما وبغاو حتى هما يكبروا باش يمشيو زعما حتى هما للعالميه.
وحتى الديزاينر اللي هما زعما قدامين ويخدموا معنا ديما. يعني دابا تبدلت شويه العقليات يعني ولاو تيفكروا في ماشي غير يصاوب كوليكسيون، مي تيفكر اوسي في الماركتينغ ديال الكوليكسيون ديالها، تيفكر في شنو اللي غادي يتماشى مع السوق، حيت دابا بزاف ديال الديزاينر ما تيخدموش غير في المغرب. يعني واخا هما يديروا الفاشن شو في المغرب ويديروا الانتاج في المغرب، ولكن شغلهم كله خارج المغرب. كاين الاكثريه تيخدموا برا المغرب، بحال اوروبا ولا الخليج، بحال السعوديه ولا الامارات. مي الاكثريه الامارات يعني ودبي سورتو. باش علاش هي مزيانه؟ لحقاش تستقبل تم الخليج، جميع الكاستمرز من الخليج تيجيو لدبي باش تياخذوا. طيب انا عندي سؤال، في زلمه يروح يلبس قفطان، في عندكم شي رجالي ولا كله نسوان؟ القفطان هو اصله رجالي، وحتى المضمه تضحك تلعب مزبوط في رجالي. الحزام في الاصل ديالو كان يلبسوه الرجال، حيت فاش كان يركب على الحصان ديالو ولا فاش كان يعني كان تلبسوه. من بعد عاد ولات النساء اللي تلبس بعد في لحد هلا الواحد يعني في كاين في قفطان رجال، كاين كمان للعرس ولا للعريسه. كاين في العرس الرجل تلبس القفطان مغربي، طلع في قفطان رجالي. شكرا على المعلومه، شكرا استاذ امين. طبعا امين صراحه ما ودنا نختم معك، والقفطان المغربي عالم يعني كامل ومتكامل من المزيج الثقافي المغربي الجميل. شرفتنا ونورتنا في صباح الخير يا وطن، وان شاء الله بنشوفك في لقاءات اخرى، واكيد راح نتقابل ونتلاقى في المعرض اللي راح يقام في دبي يوم الجمعه ان شاء الله. شكرا ونورتنا، الشرف لنا. شكرا. خلينا نصور يا امين ناخذ صوره تصويره. يلا طبيعه الحال، يلا